السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو اليوم هو خاص بكورسي كارينيا، شركات النقل البحرية خاصة بالجزائر وتونس. هذا الفيديو خاص بالجزائر وتونس، لماذا؟ لأن هذه الشركة لديها فروع في الجزائر وتونس، وكيفية التسجيل المرة التالية بالنسبة للأخوة المهاجرين، يعني اللي زي ميغري اللي عندنا في الجزائر اللي راهم في فرنسا ولا لفرنسا، ولا التونسيين اللي في فرنسا وراحوا للجزائر، جاوا للجزائر ولا جاوا لتونس وما قدروش يعاودوا يولوا لانه البيك وش يحبس كما راكم عارفين بسبب الكوفيد 19. فشدروا هذه كورسي كالينية، هذه الشركة قامت بفتح خطوط، ولكن التسجيل يقوم عن طريق الانترنت، عن طريق الانترنت ريزرفاسيون عن طريق الانترنت. كيف ذلك؟ تروح لباج فيسبوك تاعهم دير ريزيرفي، ولا تكتب مباشره كورسي كالينيا .com وتروح للموقع تاعهم مباشره. اول حاجه اللي لازم تديرها انك تخرج هذا تيليشارجا في لاتيستاسيون دو ديبلاسمون، هذه لاتيستاسيون تخرجها تكليك هنا يا اي سي، تكليك اي سي وتخرج هذه لاتيستاسيون، تكتبوها تحت في الوصف الفيديو تجدون الرابط اتيستاسيون دو ديبلاسمون كامله، ما كان لا تروحوا للموقع تجدها مباشره، اضغط عليها وتديها. باش نسرع شويه خفيف ما نطولش عليكم في الفيديو، بالنسبه للاخوه اللي زيمكري هذا كيفيه الريزرفاسيون. كاين كما قلنا اجيري تونيجي فرنس اجيري، حنا اتهمنا اجيري فرنس في الوقت الحالي علاه باجلاء الرعايا العالقين هنا في الجزائر، ماشي اللي عنده فيزا اللي يكون عندها ايميغري عنده لي بابي تاعه في فرنسا، ومن بعد هذا الكوفيد 19 تقدر تريزيرفي في هذه كورسي كالينيا اللي فيها كازانوفا الى اخره. اجي فرنسا دي دات الي اللي راهي كاينه الحساب، ما شفت في الايام الماضيه راهي 6 جوان راهي كاينه دات روتور، ما ديرش داك ماشي باغي تجي، يعني دير الي والروتور ما تجيش، كود برومو اللي عندك ودير اونيفا. هاي لاتيستاسيون ديكلاراسيون تكليك هنا دير تيليشارجي ولا فرونسي، كاين جوستيفيكاسيون دي بلاسمون بروفيسيونيل بور لو سيكتور دو ترونسبور، وكاين ديكلاراسيون دي بلاسمون دو دوار دو سون ديبارتمون دو بلي دو سون كيلومتر. هذه تكليك هنا ولا دير فيرسيون نيميريك ولا فيرسيون وورد ولا فيرسيون تكست كيما تبغي انت، امبريمي وتكتبها بستيلو عادي. كما ترون راهي تطلع، نديرو هنايا نديرو تيليشارجو بري، هذه هي شدنا. لا حنا رانا هنايا ماناش هنايا، حنا دو زوج مواقع كي ارجي مارساي دانيال، عندك 381 اورو انريجستري 381 ما لو 30 ماي. نكليك هنايا مثلا نشوف بلي كاينه بشي بريمي جوان، ولا عفوا 70 بريمي جوان، كاين لو 7 جوان. نكليك هنايا وندير سمحوا لي، كاين هنايا ما كانش ديب، ما كانش لو 10 جوان، ما كانش لو 11 جوان، ما كانش نون ديسپونيبل فاليدي فوتو تراجي. اليوم رانا 29 31 بريم، انتظر نوعا ما. هذه دوكيمون دو ديكلاراسيون دو ديبلاسمون دوغ دو سون ديبارتمون اي ا plus de 100 km de sa résidence. Là, nos prénoms, date de naissance, adresse et lieu de résidence. Je me rends, il s'agit de te faire un lien, ou de cocher, ou de cocher, ou de te faire un déplacement. هذه نوتونو ايغالمون، كاين هنا ملاحظة نوتونو ايغالمون اغابلي ا تو لي باساجي اي كومبيسيون ايون ديجا اشتي ان بي بور سا ترافيسي كو سول لي ريزيدونس ان فرانس parmi les personnes ayant la nationalité française et les titulaires d'une carte séjour valide et la restitution d'un état membre de l'Union européenne pour débarquer en France. Il n'y aura aucune exception à cette règle. Le visa court séjour, même encore valable, ne sera pas accepté. Toute infraction à cette règle lors de l'acquisition de la billetterie mise à la vente entraîne un mohème. Le معنى تاعها انه يدوا غير لي زيميكي العالقين اللي عندهم القيد اللي عندهم الريزيدونس تاعهم في فرنسا، ولا تونسيين في فرنسا والجزائريين في فرنسا، يعني عندك فيزا ولو تكون حيه ما تقدرش تروح. هذه هي باختصار الملاحظه الذي اللي راهم كاتبينها. كم تشوفوا الانترنت شويه نوعا ما راهي ثقيله، نوعا ما الانترنت راهي ثقيله. نديرو بوز هذه انتشار ويندوز صح. هنا ماذا دير؟ المره اللي فاتت كانوا يديروا ان اديت ان اديت وعاود ولو دو اديت باش يقبل لك دو اديت اللي يعني ولوطو وحده. هنا شدير دير لوطو، مثلا عندي 406 مثلا تكتب 406 يعطيك الموتور تاعها،
Oui, j'ai pris connaissance et j'accepte les conditions validées. Vous avez un aller simple, merci de confirmer. Oui, un aller simple, فقط. Prestation, trois, le prestation. Votre travail, c'est prestation. Rafi, prestation. Prestation, هنا تشوف قلنا دير deux adil. راكم تشوفوا deux adil كادل. هنا دير un عند كابين اللي فيها deux adil 210 اورو. ودير validé. مثلا تحلك 894 اورو اسباس كينيل زانو موشي نو نو صح زيرو صح نو نو ماشي اللي عندو لي زانيمو يكتب هنايا فوالا طاري فلاش 887 اورو شوفوا هنايا 1 جوان 2 جوان باساج 2 ادي 322 اورو السيارة 3 فيكي 355 اورو لانستاليسيون كابيني سونتي سانيتير بريفي دو لي افيك ابلو 210 اورو فلاش ودير فاليدي هذه اللي عندك الى عندك كود دو برومو ولا عندك كود دافونتاج دير هنا ودير فاليدي هنا يجيك ليدونتيفيون تكري ان كونت هنا تكري ان كونت هنا تروح للميثود تاع كرياسيون دو كونت غادي ندير بوز نعاود ندير باش ما نطولش عليكم اخواتي غادي ندير بوز نعاود اكسبتي ان الموقع تاعهم شويه ثقيل نوعا ما فوالا هذه السيفيليتي يعني مسيو برينو مثلا بعد دير على حساب الباسبور تاعك ني لو 13 مثلا باش نديرو باش نيفيتو نشوفو شحال كي يخرج ندير مثلا هنا نفس الشيء كونت مثلا هذا 13 بوان لادريس دير لادريس تاعك المهم لادريس تاع دير هذا على فرنسا ولا دير تاع الجزائر ما يهمش كارت سي بي نيميرو نيميرو تاع نكو ادريس ايميل صح قلنا كونتاكت أرباز بدر تكنو دوت كوم رسلوني في هذا أي حاجة رسلوني في هذا تليفون مثلا هذا مثل فقط هذا مثل فقط هذا مش هو نمرة تليفون حقيقي تاعي يعني. سي بي هذه نشوف هذه سي بي اشتهي موقع سمحوا لي هنايا ديزولي هذه سي بي هي كود بوستال هذا وين تفكرت هي كود بوستال سمحوا لي انه ما دخلت راسي بوت ايدونتيفيو مثلا ديال بدر تاك ولا المود باس تختار المود باس تاعك ندير دي نفس المود باس تاعي هنايا باس سمحوا لي نو دو با اكسيدي دو دي كاركتر هادي ندير مخف اسحاق فوالا هذا كل شيء هذا كود بوستال سي بي كود بوستال عفوا فاليدي نشوفو هذا كيفية ملء ال ريزرفاسيون دو كورسي كالينيا نوعا ما معقدة نوعا ما انفورماسيون فوالا هذه كان خصنا اكتيريجي كما قلنا نقدر تاك مثلا نيل 13 جانفي 1959 فوالا انكوريكت لماذا ناسيوناليتي قلنا الجيريا لا فرانس دير فرانس عفوا نحوس نمرة الباسبور تاعك سيفيليتي لا راح معك مدام ولا مسيو مينا مثلا شيشي مثلا دو جانفي 2001 مثلا هذا ناسيوناليتي فرنسا
انا على باليش ان احنا شهادة تاع فرنسا هذي فرنس نمرة باسبور احنا نمرة باسبور الحقيقي تاعك زوج أربعة ستة ثمانية تسعة زوج أربعة ستة ثمانية تسعة عشرة صح فيكيل اللي راه غادي يسوق إيماتريكاسيون دو فواتير 25 ما على باليش يديرو في دي اف تاريس جونفي سي فرنسا فاليدي دير لا دات نيسونس تاعك انا على هذه اللي ما بغاش تفوت لي فاليدي دير لا دات نيسونس اكزاكت انا هذه من امثله اوازار هي اللي راهي داير في هذا البروبليم ثلاثة دقيقة نستسمحكم على هذا الإطالة لأنه الغالبة كم تشوفوا تال مسيو 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 مدام اللي معاه ولا مسيو اللي معاه ودير هنايا هنا تختار لاكارت اللي عندك جو في ان دون ما عندك تا دون ستيني ان اون اسيسيسيون راك باغي تعطيها اون دون تو دو ان اورو سانك اورو دي اورو ترونت اورو فيزا مثلا هنا فيزا ولا عندك باي بال مثلا انا عندي فيزا فاليدي اي باي ما ريزيرفاسيون تكليكي هنايا إلي نسيت داكسبتي لي كونديسيون جينيرال نعم 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 سمحوا لي اكسبتي وراي اكسبتي جي باي كونديسيون جي اكسبت وهذه فوقانية جي سويت نو فاليدي ودير فاليدي اي باي ما ريزيرفاسيون غادي نخفف لكم في الفيديو شويه لماذا لانه باش تعرفوا بلي باش ما نطولش عليكم فيديو ان شاء الله فيزا نورمالمون يعطيك دروك الكود دو بايمون تروح للبايمون ديريكتومون كارت فيزا تاعك دير نيميرو كيما ضاري تخدمو سي فو نات با اوتوماتيكمون غادي يجي فيغ لا بونك كليغي سي سور لو بوتون سي دوس هنا تضع الكود تاعك مثلا هذه تعرفوها نتوما كامل سور سولي جي ميغري كامل عندهم يعرفو بايمون الكترونيك وكريب هذا الكود تاعك نورمالمون ودير فاليتي بالدولار دي تقدر تريزافي عادي هذا هو الفيديو بصفة حاولت نسرع فيه ما أمكن كما راكم تشوفوا نطلب منكم أن تتبعوا الخطوات خطوة بخطوة أي شيء نحن في الخدمة كتبوا لي في الكومنتر وسأجيبكم في الأخير نطلب منكم خاصة لزميلي المهاجرين لأنه أضع فيديوهات كثيرة عن المواقع التي لا تستطيع إخوة أن يقوموا بتشغيلها أي موقع لديك أو أي استفسار نحن في خدمة في الأخير نطلب منكم الاشتراك خاصة المهاجرين في فرنسا عاونونا بالاشتراك والضغط على الجرس لأني عندي مشاهدة كبيرة من المهاجرين في فرنسا خاصة فرنسا وبلجيكا لكن اشتراك قليل نوعا ما لذا نطلب منكم من فضلكم الاشتراك ودعمنا باللايك والجرس وبارتاج الإخوة اللي يحاول أنه يريزرفي هذه كما تشوفوا رانا ريزرفو أي واحد يبغي يريزرفي شان معليش ريزرفو له إن شاء الله آخر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.